كول وبعدين نعمل هيدر وفول امبلمنتيشن للفانكشن. ذيس از انوتيشن او ستايل في البروجرامينج. انما انت لو عملت الفانكشن بالديفينيشن بتاعها كامل جوه المين او سيبريت قبل المين صح مش هيدي لك ايرور. بس احنا اتعودنا ان احنا نكتب بالطريقه دي لانها اسهل في فهمنا للفانكشن واسهل في الديباجنج والمينتيننس بتاع البروجرام. خلاص انا عملت البروتوتايب، اجي بعد كده للمين فانكشن ولقي ان انا بعمل كول لحاجه فانكشن اسمها جيت نمبر، ده انا لسه ما عملتلهاش امبلمنتيشن ودبل نمبر ما عملتلهاش امبلمنتيشن، بس انا عارف ان هي بتاخد انبوت واحد بس من النوع بوينتر، اوكي تو انتجر، عشان كده عملت امبرساند نمبر وامبرساند نمبر. وات از نمبر؟ ده فاريبل انا عملت له كرييشن جوه المين. توقعك يكون نوعه ايه؟ انتجر. طب ينفع النمبر ده يكون نوعه دبل او فلوت او حاجه تانية؟ احنا قلنا ايه لسه من شويه؟ قلت دونت ميكس داتا تايب وين يو ار ديلينج وذ بوينتر. بيعمل سي اوت بعد ما جرى الفانكشن دي على الانبوت عشان يشوف فعلا ان حصل تغيير. انا هنا بقى هشوف الفول امبلمنتيشن بتاع التو فانكشنز دول بعد ما خلصت المين، فلاقي ان هو كتب void get number وانتجر واسم. ظهر بقى هنا اسم للبوينتر اهو اسمه input مذبوب بعلامه الاسترسك، بيقول له فيه ايه؟ سي اوت للجمله دي وبعدين سي ان للانبوت. What I get now the asterisk of input اللي هو ايه؟ انا هقرا الكلام ده وعندي ادرس، الحاجه اللي انت هتدخلي هتدخلها لي دي هروح اخزنها في الادرس. يبقى انا دلوقتي مستني ضيف مهم مثلا هيجي لي عشان يشارك في فعاليات المؤتمر اللي عندنا بعد كام اسبوع ده، اوكي. كل اللي هعمله ان انا هبعت حد المطار بيقابل الضيف ده وانا عارف ان هو هينزل في الفندق الفلاني، فهقول له وديه يوصل للمكان ده. فيبقى انا عملت سي ان للانبوت ده، انا ما خزنتوش في البوينتر انما انا خزنته في الادرس اللي بيشاور عليه البوينتر ده. فشفت هنا ان البوينتر لما بقى انبوت لفانكشن سهل علينا ازاي. شوف الفانكشن التانية ودي اسهل واقصر في التنفيذ. فقلت له ببساطه الفانكشن اسمها دبل فاليو وهي ملهاش اي ريتيرن تايب ولها انبوت واحد والانبوت ده نوعه بوينتر تو ان انتجر. عرفت منين؟ قريت لقيت انتجر استرسك فال. وات از فال؟ ده اسم الفاريبل نيم للبوينتر اللي بيشاور على انتجر اللي هيبقى انبوت للفانكشن بتاعتي. طب جوه الامبلمنتيشن هتلاقي ايه؟ سطر واحد بس بيقول له ان الاسترسك اوف فال يعني الحاجه اللي جت واتخزنت في البوينتر في الادرس اللي بيشاور عليه البوينتر اللي اسمه فال ده اضربها في 2. اوكي هنا اصلا انا ما عملتش فاريبل باسم الانتجر ده حتى، انا اتعاملت معاه كله عن طريق البوينتر بتاعه. طب نشوف الاوتبوت بتاع البروجرام ده. انا قلت له في الاوتبوت، لو انا عملت سكرول شويه عشان الناس تشوف، ماشي خد من الزوم ان يمكن كده تشوفوه احسن، ورحت للسلايد اللي بعدها عشان الناس تقرا اخر سطور وتشوف الاوتبوت. هنا هنلاقي الاوتبوت بيقول له انتر فاليو ودخل رقم اللي هو 10 وبعدين الفاليو وين اي ران ذا دبل فال ونت. Anyway تشوفوا الباوربوينت برزنتيشن على الاي ليرنينج، تشوف الاوتبوت بتاع البروجرام هتلاقي ان 10 ديت بعد ما عملت كل الفانكشن اللي اسمها دبل فاليو او ضاعف القيمه وبسط لها البوينتر اللي بيشاور على المكان اللي متخزنه فيه 10، اوكي بيطلع لي في الاوتبوت 20 اللي هي ناتج ضرب الرقم 10 في 2 زي ما انا عملت في الامبلمنتيشن. يبقى انت ببساطه كل تعاملك مع الفاريبل ده ان انت اخدته سكنته في مكان انا عارف بالبوينتر المكان ده فين
وبعدين اخدت الكونتنتس بتاعت الفاريبل ده وتعاملت معاها باوبريشن وطلعتها كناتج للفانكشن اللي اسمها دبل فال. نروح لفكره تانية اللي هي بوينتر تو كونستنت. حلو الموضوع ده. انا خايف على الفاريبلز بتاعتي ان قيمتها تتغير، فبخلي الفاريبلز ديت في البرنامج بتاعي from data type called constant. خدنا constant قبل كده، مر عليكم قبل كده. اشهر حاجه يمكن لما كنا بنحسب برنامج بنحسب بيه area of the circle، عملنا constant لفاريبل اسمه باي وقلنا ان في قيمه اللي هي 3.14. ليه اخترت كده؟ لان فاريبل هخزن فيه قيمه، بس القيمه دي طول وقت شغلي على البرنامج مش هتتغير، فعشان كده انا ربطتها بكيورد اسمها constant. فبيقول لي if we want to store the address of a constant in a pointer we need to store it in a pointer to constant. المثال ده مثلا انا عملت حاجه اسمها بيريت، دي array فيها ست قيم، والقيم ديت من النوع دبل، بس انا ربطتها انها تبقى constant. ليه؟ عشان ما يجيش واحد يدخل على الاري ويزود اجر الساعه بتاعه، فيبقى القيم دي موجوده ومتخزنه في الذاكره بس مش هتتغير طول شغلي على البرنامج. عشان كده الكي وورد constant سبقت الفاريبل بتاعي. كويس، احنا الكلام ده عارفينه من الكورس السابق وبدايات الكورس بتاعنا. الجديد بقى ان احنا نشتغل عليها بالبوينتر. Suppose you want to pass the pay rate اللي هي الاري to a function عشان نعمل ايه؟ تجميع او نحسب متوسط الاجور مثلا. Here is an example. فبنعمل حاجه اسمها display pay rate، وبدل ما هبصيله الاري اللي اسمها pay rate هبصيله pointer بيشاور على دبل، وشرطه ان يكون الدبل ده ايه كمان؟ constant. فتلاقي هنا تو كي ووردز سابقه اسم البوينتر. الاولانيه بتقول لي الداتا تايب اللي هو نوع دبل، والثانيه بتقول لي ان الفاريبل ده من النوع constant. معناه ايه؟ معناه ان هو ثابت طول البرنامج، مش هقدر ان انا اغير قيمته. اوكي؟ وبقيه الفاريبلز هي السايز اوف ذيس اري. وبعدين في الفور لوب قلت له اعمل ريت بلس كاونت وسي اوت، فانا كده كان انا بقول له مر على الريتس واعرضها لي. فايم ترافيرسينج ذا ريت، وانا عايز اعرضها مش عايز ان هي تتغير، عشان كده ربطتها بالدبل. فبيقول لي ذيس از وات ذا ريت بوينتس تو، ريت ده اسم البوينتر، والاسترسك هي اللي عرفتني او دلتني ان ده بوينتر. خلاص احنا ايه كبرنا وعرفنا الحاجات دي. عندي دلوقتي تو اريز، واحده اسمها اري 1 واحده اسمها اري 2، الاثنين من السايز 6. وبعدين قلت له ديسبلاي فاليو. وات از ديسبلاي فاليو؟ ديسبلاي فاليو يا جماعه هي اسم الفانكشن اللي انا عملت لها البروتوتايب هنا، اللي بتاخد تو ارجيومنت. الارجيومنت الاولاني هو بوينتر تو انتجر، والارجيومنت الثاني هو انتجر. الاولاني اسم الاري والثاني هيبقى السايز بتاعها. الجديد بقى احنا عرفنا الكلام ده من البرنامج السابق، الجديد ان انا خليت البوينتر ده بيشاور على اري بس constant، اري اوف انتجرز بس constant، فبالتالي حافظت عليها من التغيير. عشان كده لما هعمل الترافيرس تلاقي ان هو بيقول لي display values، عمل الكلام ده، وسي اوت. سي اوت هنا معناها ان هو عرض كل اري منهم قيمتها. فديسبلاي فاليو خدت الاري الاولى وعرضتها، والاري هنا قيمها يا جماعه في الاوتبوت تحت 1 2 3 4 لحد 6، والاري الثانيه وعرضتها قيمها هنا 2 4 6 8 10 اند 12. يبقى انا عملت ترافيرس للتو اري. عايز يفهمني بقى هاو ذا كونستنت بوينتر وركس.
لسه قدامنا شويه هنشوف النقطه ديت. احنا قربنا نخلص بس نركز شويه عشان البوينتر موضوع من الموضوعات المهمه في الكورس، وزي ما انا قلت ان هو بيخدم في كورسات تانيه جايه، وبيخدم حتى في شغلك لما تيجي تفكر ان انت تشتغل على السينيور بروجكت عشان تعمل الجرادويشن بروجكت بتاعك في اخر ليفل. A constant pointer is a pointer that initializes an address and can't point to anything else. تقدرش تغيره. فبيتعمل ازاي؟ integer asterisk constant pointer. انا كده اتلخبطت، يعني الساعة 4 وربع وكمان جايب لي tricky point جوه البوينتر اللي احنا قلنا ان هي tricky topic جوه الكورس. ليه؟ لان في فرق ان انت تعمل بوينتر بيشاور على حاجه، والحاجه ديت لان انت بتحافظ عليها عاملها كونستنت، بس هي اصلا فاريبل. مفهوم يا جماعه؟ اوكي، ساوندز ويرد انا عارف، بس نشوف الثانيه بقى. ان انت عامل بوينتر وعايز البوينتر ده ما يتحركش، مثبته على حاجه معينه، والحاجه ديت هي فاريبل من الداتا تايب، مثلا في المثال بتاعنا انتجر. فنشوف المثال ده عمل انتجر فاليو ايكوال 22 وبعدين انتجر استرسك كونستانت. هنا كلمه كونستانت جت فين؟ بعد الاسترسك. انما في السلايد اللي فاتت جت فين؟ قبل الداتا تايب، يعني قبل الاسترسك. وبعدين بوينتر، فيبقى كده البواب اللي انت جبته ده هيفضل واقف على العماره دي، مش هيقدر ان هو يسيبها ويروح لاي مكان تاني. ليه؟ لان هو نوعه كونستنت، البوينتر ده نوعه كونستنت كانت بي تشينجد. لا، خلي بالكم يا جماعه من النقطه دي. احنا عرفنا ان الارثماتيك اوبريشن كان وركس ان بوينتر، انما البوينتر الكونستنت هيبقى مقيد، ما اقدرش ان انا اجري عليه الاوبريشنز بتاعتي. نشوف الكلام ده في البرنامج. فبيقول لي خلي بالك ان this is what the pointer points to، variable نوع integer، انما كل اللي يجي بعد الاسترسك دي حاجة تخص مين؟ البوينتر. معايا يا جماعة الناس اللي في اخر صف معايا؟ طب قول لي كده ايه الفرق ما بين ان انا اعمل pointer to constant وان انا اعمل constant pointer؟ مين عارف الفرق يقوله لنا؟ اتفضل. اوكي تمام، وظهر البرنامج اللي فات وهنكمل بيه. الفرق ما بينهم في الكتابه ان كلمه كونستنت في السلايدز اللي فاتت كانت بره هنا، فبالتالي كانت مأيده مين؟ كانت مأيده الداتا تايب، انما دلوقتي كونستنت مأيده مين؟ مأيده البوينتر. مفهوم يا جماعة؟ تأثيرها بيجي في الكلمة اللي بعدها على طول. اوكي. Constant pointer to constant. معلش بقى الموضوع ايه؟ هنصعبه خطوة زيادة. أنت مش خدت البوينتر اللي بيشاور على فاريبل، والفاريبل ده احنا مأيدينه بإن هو يبقى constant. وبعدين خدنا في السلايد اللي بعدها إن البوينتر ممكن يبقى constant، وبالتالي لو مسك الأدرس ده ما بيغيروش. ايه رايك نحطهم هما الاثنين على بعض؟ ده اللي عامله في السطر ده. ازاي؟ بعد ما عمل الفاريبل اللي اسمه فاليو وحط فيه قيمه اللي هي 22، قال كونستنت انتجر. لحد لما انا قريت لحد دلوقتي معناه ايه؟ داتا تايب من النوع انتجر، ولان احنا خايفين عليه بنحافظ عليه بكلمه كونستنت. وبعدين استرسك، اول ما اشوف الاسترسك يجي في دماغي على طول درس ايه؟ البوينتر. طب انت تعرف ايه بعد الاسترسك؟ كتب constant pointer. constant pointer يبقى ده بوينتر، بس انا مأيده ان هو يبقى constant، لما يمسك ادرس ما يغيروش. اوكي، هو بيشاور على ايه؟ انا لسه قايل بيشاور على variable نوعه الداتا تايب بتاعته انتجر، بس هو مقيد ان هو constant. فكلمة كونستنت هنا جت مرتين، مرة عشان تأيد الداتا تايب اللي بيشاور عليه البوينتر، ومرة عشان تأيد البوينتر ما تخليهوش يتغير. اوكي؟ وبعدين عملت له initialization بالادرس بتاع value. مفهوم يا جماعة؟ احنا خدنا حاجتين قريبين من بعض، هما
seems tricky, بس لو انت ركزت هتطلع الفرق بسهوله قوي. ان كلمه كونستانت تيجي قبل الداتا تايب ويبقى ده بوينتر عادي، بس الداتا تايب اللي بيشاور عليه زي الباي كده احنا خايفين عليه فحامينه بكلمه كونستانت. وان كلمه كونستانت تيجي قبل اسم البوينتر طبعا مسبوقه بمسافه، اوكي؟ فساعتها يبقى انا بايد البوينتر ده ان هو يتحرك، فبقول له انت دايما مش ليك القيمه دي وما تقدرش ان انت تغيرها. فعشان هنا كده كلمه كونستانت ظهرت مرتين. فنقرا هو كاتب ايه. A constant pointer to a constant is a pointer that points to constant, a pointer that points to constant من النوع integer مثلا في المثال بتاعنا، and a pointer that cannot point to anything except what it's pointing to. هو خلاص ربط نفسه بالادرس ده ومش هيغيره. ليه؟ لان هو constant pointer. معايا يا جماعه؟ فانا قلت في السلايد دي ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان انا اقدر اخلي البوينتر يشاور لاي داتا تايب في الدنيا، بس الداتا تايب ده عشان احميه انا حطيت قبليه الكي وورد constant. والحاجه الثانيه ان انا خليت بوينتر ما يغيرش الادرس بتاعه، فحميته بكلمه constant تبقى سابقه لاسم الفاريبل بتاع البوينتر، اوكي، وتاليه او بعد علامه الاسترسك، اوكي. الحاجه الثالثه ان انا اجمع الخطوتين دول في سطر واحد زي ما شرحت في المثال بتاعي اهو. نفس الشرح اللي انا قلته بيعيده، بيقول لي ان constant pointer is what the pointer points to، لانها جايه قبل الاسترسك. ده اللي ما يهمكش، ده الحاجة اللي انت الادرس اللي انت هتروحه شكله ايه، اوكي. وبعدين بعد الاسترسك constant pointer this indicates that pointer is a constant pointer can't change its address. dynamic memory allocation. خلاص بقى لنا two modules ونبقى خلصنا. you can allocate storage for a variable while the program is running. دي حاجة كويسة قوي انك تغير حجم الاراي. computer return address of the newly allocated variable. زي ايه؟ احنا درسنا operator قبل كده اسمه new، اخدتوه قبل كده، بنعرفه دلوقتي. new ده ال variable لما بيحصل له creation انا بحجز له مكان في الذاكره بنيو. طب وايه الفرق؟ ما انا كنت بحجز له مكان بالذاكره لما بعمل له initialization باي value او لما بختار له الداتا تايب. الميزه ان نيو لها رفيق، صديق، شريك دايما بيجي مع النيو بعد شويه، اسمه ايه؟ اسمه ديليت. بيعمل ايه؟ بيلغي الحجز ده. يعني ايه؟ يعني نيو معناها ايه؟ احجز مكان في الذاكره للفاريبل ده. طب المكان ده هيفضل محجوز على طول؟ اه ممكن يفضل محجوز، وكنا بنعمل كده في البرامج الصغيره، بس لما ابتدت البرامج بتاعتنا تعمل فاريبلز كتير ابتدينا نخاف ان الميموري بتاعتي تخلص، ما الاقيش فيها مكان فاضي. فعشان كده اول ما بخلص شغلي على الفاريبل اللي انا بشتغل عليه بعد ما عملت له اللوكيشن في الميموري بالاوبريتور اللي اسمه نيو، بلغي الالوكيشن ده بالاوبريتور اللي اسمه ديليت. فديليت عكسها نيو، ونيو عكسها ديليت. نيو معناها ايه؟ خصص مساحه في الذاكره للفاريبل ده على حسب الداتا تايب بتاعه. ديليت معناها ايه؟ حرر المساحه المخصصه في الذاكره للفاريبل ده بالسايز ده. اوكي؟ طيب كويس، يبقى ده النيو والديليت احنا عرفناه خلاص. الجديد بقى لان احنا بنشتغل على بوينتر هنربط ده مع النيو اوبريتور. فهنقول له ايه؟ هنقول له دبل استرسك دي بي لاختصار دبل بوينتر يعني دي بي تي ار ايكوال نال بوينتر. يبقى انا ده سطر عادي اخدت زيه كتير قوي المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت. بعمل فيه انيشاليزيشن لبوينتر بيشاور على دبل بقيمه النال بوينتر. طيب السطر اللي بعديه بقول له دي بي تي ار اللي هو اسم البوينتر بتاعي ايكوال نيو دبل. يعني انا خصصت له مساحه في الذاكره، اوكي. وبعدين قلت له سي ان، ابتدي بقى سجل، خد من اليوزر انبوت، والانبوت ده سكنه فين؟ في
في الادرس اللي بيشاور عليه البوينتر بتاعك. طيب كسبت من كده ايه؟ كسبت من كده ان انت عملت جود ميموري الوكيشن، انت عندك مساحة ميموري صغيرة لما تكتب البرنامج بتاعك باستخدام النيو اوبريتور وعكسه طبعا الديليت اوبريتور، هتقدر ان الميموري الصغيرة دي بتاعتك ما تتمليش بسرعة، وبالتالي البرنامج بتاعك مش هيخلي الكمبيوتر يهنج. انما لو انت ما استخدمتش النيو والديليت وكنت مفرط في استخدام او الكرييشن بتاع الفاريبلز والعمليات اللي بتجري عليها، ممكن بعد شويه الميموري دي تخلص منك، يو ران اوت اوف ميموري اند اند ذات يور كمبيوتر كراش او يور بروجرام ويل جيف يو ذا بلو سكرين، هيدي لك الشاشه الزرقاء اللي هي ما تعرفش تعمل معاها حاجه، تلاقي نفسك بتطفي الجهاز وتقيده. ليه؟ لان انت ما استخدمتش النيو والديليت صح. اوكي؟ ففايده الموديول ده ان هو بيقول لنا ان انت يو كان دو جود ميموري الوكيشن باستخدام النيو والديليت اوبريتور. وكمان لو معاهم البوينتر هيبقى يو كان الوكيت ستورج فور ا فاريبل وايل ذا بروجرام از رانينج. نيو هنا هت ريتيرن ادرس فور ذيس ميموري الوكيشن. مثال مثلا ان انا عملت array pointer equal new double size. You can use the brackets and you can use also the pointer. احنا خلاص اتفقنا ان الفورمات ده مقبول للتعبير عن اسم الاري من الفور نوتيشن، الجدول اللي فيه الفور نوتيشن، او الفورمات ده اللي هو اسم البوينتر زائد الاندكس مسبوق بعلامه الاسترسك. Program will terminate if not enough memory is available to allocate. اللي هي المشكلة اللي أنا حكيتها لك، إن البرنامج اللي أنت مش مستخدم فيه نيو وديليت وأنا وأنت بنعمل نفس الفاريبل، بس أنا لما بعمل الفاريبل وانتهي من استخدامي للفاريبل ده ومش عايز وبقية البرنامج، بعمل إيه بسرعة؟ ديليت. عشان إيه؟ أحرر الجزء في الذاكرة المخصص للفاريبل ده ويرجع لمين؟ المساحة الفاضية، المساحة المتاحة في الذاكرة. اوكي يا جماعة؟ Let's wrap up عشان الوقت. ده تكملة الشرح، ان انت بعد ما عملت نيو، لو انت بتستخدم نيو نيو نيو، عارف انت بتعمل ايه؟ في المدن الجديدة شقق فاضية وانت عمال تخصص الشقق دي لناس يسكنوا فيها. الديليت بقى جهاز المدينة راح فتش، لأ الناس دي مش بتستخدم الشقق دي، فسحبها منهم تاني. عشان ايه؟ تيجي في بالك وتبقى ايه فاهم يعني ايه نيو وديليت. الميزه بتاعت نيو وديليت ايه؟ هي جود ميموري مانجمنت، انت بتتحكم في الذاكره المتاحه ليك بشكل جيد، وده انعكاسه عليا ايه؟ ان البروجرام بتاعي مش هيحصل له كراش، انما البروجرام اللي ما فيهوش ميموري الوكيشن بالنيو وديليت اوبريتورز هيحصل له كراش بسهوله. شوف المثال ده 914، تلاقي ان هو هنا عمل دبل بوينتر. اوكي، ولو بصينا على بقيه السطور هتلاقي فيها سطور اللي عمل بيها نيو كرييشن، ودايما لما الاقي نيو ادور في بقيه البرنامج على مين؟ رفيق النيو اللي بيجي معاه دايما الديليت، عشان النيو والديليت هما هنا عمل ايه؟ ريليز، فضل المساحه دي، خلاص البرنامج بيقفل، لو انت سبت البرنامج هيفضل طول الوقت في جزء في الذاكره ظاهر بالنسبه لبقيه البرامج على ان هو اوكيبايد سبيس، مساحه مشغوله. هي الشقه دي مقفوله ليه؟ اكيد فيها ناس ساكنه، فعمر ما حد هيفكر يسكن فيها. اوكي؟ انما باستخدام الاوبريتور ديليت يو ار ريليزنج ذيس ميموري، انا بشيل السلاشز دي وبقول ان المساحه دي في الذاكره اللي كان فيها الفاريبل اللي اسمه سيلز ده بقت متاحه لمين؟ لاي حد او برامج ثانيه او فاريبلز ثانيه ان هي تشغلها. فعشان كده when you are creating whatever you are creating it's shown and printed and displayed والديليت هي اللي بتريليز الميموري. يبقى ده مش بيأثر كتير على البوينتر، بس بيأثر على فهمنا لليوزج بتاع الميموري، وده مفهوم لازم يبقى عندك يا جماعه، ان ببساطه ممكن
مبرمجين يكتبوا برامج والبرامج دي يحصل لها كراش بنسبة أكبر من مبرمجين تانيين. ليه؟ لأن المبرمجين دول ما بيراعوش موضوع الميموري والوكيشن وبيفهموش يعني إيه نيو وديليت أوبريتور، إنما المبرمجين الواعيين الجيدين هم اللي فاهمين النيو والديليت أوبريتور، وبالتالي they are using the memory in an efficient way، بطريقة فعالة. زي ما خلينا البوينتر تبقى input لفانكشن هنخليها تبقى return type للفانكشن دي. بسيبكم مع البرنامج 915، هتلاقي ان عندي هنا function اسمها get random، تاخد input واحد السيد بتاعها وبتريتيرن بوينتر. اوكي خلينا نشوف هي بتعمل ايه. جيت نمبر، لما نبص على الامبلمنتيشن بتاعها نلاقي ان هي خدت انتجر اسمه نمبر، هو ده السيد بتاع الراندمايزيشن، واشتغلت بالنيو، وزي كل ما الاقي نيو هلاقي ديليت في حته من الاماكن بعد كده. اوكي واشتغلت، وبعد ما اشتغلت فضت الايه الذاكره دي وعملت ريتيرن لاي ار. وات از اي ار؟ اتس داينامكلي الوكيتد اري. فالاوتبوت بتاع البروجرام موجود. لو انا بصيت هنا هتلاقي ان انتجر استرسك اري، انا بس عدتها بسرعه لان خلاص قلناها كتير. This is a pointer that points to an integer and it's initialized with null point. الجديد ان انا عملت dynamic allocation للاري دي، اشتغلت على السيد اللي هي الرقم اللي دخل لي اللي هو num، وعملت الفور لوب باستخدام function تانية، وعملت في الاخر return. return الايه؟ البوينتر ده. So we can know from these slides and these modules that pointer can works as a return type for a function. فاحنا زي ما خدنا الاستراكشر وخليناه input لفانكشن وبعد كده يبقى ناتج او خارج للفانكشن في شكل return type، هنا برضو اشتغلنا على البوينتر وخليناه input للفانكشن وبعدين خليناه return زي المثال بتاع get random اللي هو 915. اوكي كده احنا خلصنا البوينتر يا جماعه، بس لازم نتدرب عليها كويس قوي ان احنا نحل اسئله كتير عليها، وان احنا في مع التي اي في السكشن نجرب البرامج دي بنفسنا ونجرب نشوف ايه فايده الاسترسك. طب انا لو نسيت الاسترسك في اي سطر منهم هتفرق معايا في ايه؟ الامبرساند وايه معنى ان انا احط استرسك وبعديها كونستانت ولا قبليها كونستانت، عشان نشوف الفروق ديت عمليا على الجهاز. اتمنى تكون المحاضره بتاعت النهارده مفهومه، انا عارف ان هي دسمه شويه فيها تفاصيل كتيره، بس يعني ده جزء من المنهج اللي احنا هنغطيه في كويس 3 وفي البراكتيكال اكزام وفي الفاينل اكزام ان شاء الله في الامتحانات الثلاثه. اي اسئله؟